السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين أهلا بكم في حوار من حوارات وكالة الأنباء الجزائرية ضيفنا اليوم هو واحد من صانعي الثوره الجزائريه وهو واحد ايضا من الاعضاء المؤسسين لكوموندو علي خوجه بمنطقه الاخضريه شارك في عدد كبير من المعارك والاشتباكات والكمائن ضد المستعمر وكان عددها في حدود الواحد وعشرون مشاركه التقى بعض القيادات الاولى للولايه الرابعه كالعقيد عمر وعمران كان مقربا كثيرا من العقيد عز الدين والرائد المرحوم سي لخضر المقراني اهلا بكم سي مصطفى البليدي البدايه نود ان نعرف قليلا نوعا ما بداياتكم الثوريه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اليوم يا بنتين نتكلموا على التاريخ تاعنا التاريخ تاعنا إلى بارتيا انا زيد جبيلي زيد في حمللي هذا الدوار يقولوا دوار سيد الفضيل زيد فوق البليده بعيد على البليده على لاوتور تاع الشريعه نهار طلعنا الجبل طلعنا الاولين انا اللي طلعت الاول تبعني بابا وتبعنا خويا قبل هذا سي مصطفى كيفاش كان عندك هذا الوعي الوطني يعني هذا الوعي اللي تشكل لديك ودفعك باش تفكر تطلع للجبل كان كان في عمري 17 عام كي بديت وطلعت للجبل على اج دو على اج دو على اج دو 18 شكون القيادات الاولى اللي كان مع عندك معاهم اتصال شوفي اللي كان عندي الاتصال معاهم الاولين كامل كان سي بن يوسف تاع الصومعه كان هذا هذا علي السويداني محمد السوداني كان طيب الجغلالي كان قدون مع السكري. كان سي مصطفى القرواوي سي مصطفى القرواوي هذول اللي كنت في اتصال هما اللي قبل ما يكون حتى والو هما اللي نظموا متيجة هما اللي نظموا متيجة كي بدات بدات الجبال اللي كان الاول في الجواه الجبال تاعنا هو علي بن قربان هو علي بن قربان من ثم وين عرفت عمران من ثم بعثني الباليسترو رحت الباليسترو انا رحت الباليسترو نصيب تمايا نصيب الجماعه ما يخرجوش في النهار يتمشوا غير في الليل صبت روحي عند الشيخ مسعود الشيخ مسعود هذايا كان علي خوجة سمعت بعلي خوجة 56 هاي لحقت 56 سمعت بعلي خوجة كوموندو تاع علي خوجة الكوموندو يا دو سيكسيون هي في الحقيقه كانت ان سيكسيون او فون دي شوز كانت ان سيكسيون ان سيكسيون كانوا فيها من الاولين كانوا فيها اللي طلعوا من البلاد كيما عمر حمادي كيما رشيد بسيكري كانوا طلعوا كانوا طلعوا الجبل قعدت في باليسو جاوا من بعد كي داروا النهار اللي سمعت بعلي خوجه كان علي خوجه الله يبارك نسمعوا بعلي خوجه احنا كنا دار لي دار لي سيكسيون كنا دار ميم با دي سيكسيون دي جروب كنا دي جروب نتمشاو ما كانش ما كانش هذه السيكسيون غير في الليل سي علي خوجه نهار اللي دار هذا الكوموندو الكوموندو دار ان سيكسيون ان سيكسيون وين فيها راه كاين تصاور وين كاين فيها تروا زيتيديون خرجوا من المدينه سي دي ليسيان زي دي زيتيديون سي دي ليسيان كاين محمود مات في لاو العسان كان البشير نهرو اللي كنا نعيطوا له ولد اللي مات وكاين بخوشه اللي ولا بعثوا عمران باش راح دار العراق باش ولا بيلوت بعثوهم هذو اللي كانوا دي زيتيديون بعثوهم للخارج أه بشير ولد محمود كان رايح في الطريق مات في لا 5 بشير من بعد باش راح باش راح مع اللي سي, سي, علي خوجه مات الله يرحمه برحمه الله خرجوهم بداو هذوك الجنود هذوك اللي كانوا مع سيكسيون هذيك دارت عمليات دارت عمليات في لي وكان مصطفى الكحل هو اللي كان لاجوان تاع علي خوجه وين كاين لامبيسكات تاع الطابلات أه كيف أه تم انشاء كوموندو علي خوجه و و وما هي الاسباب اللي ادت الى ذلك سي علي يعني خوجه كي لا الى ميليتير قال لك فرنسا انا كنت سمعت خطره كنا في هذه جراح تاع البليده باسكو كاين جراح تاع باليسترو واحد الخطرات لقيت بهذا سي علي يعني خوجه سعلي خوجات لقيت انا وياه انا كنت 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 نتمشى كنا نتمشى وان جروب كنا نتمشى وان جروب مع هذا الشيخ مسعود وهذا علي يحيي هذا يا اللي يعني راهو مازال او مازال في الحياه بقينا ثلاثه من الكوموندو في الحقيقه وكاين احمد ديره اربعه كاين عز الدين كاين هذا علي يحيي وكاين نسمع باللي قال حنايا فرنسا عندها ليكول دو وإحنا وحنا ليكول دو كار وين راه؟ حنا ليكول دو يزم الناس اللي داروا العمليات وعندهم عندهم عندهم تجربات في العمليات باش من سامبل جون دي دي كوموندو نهار اللي اسوا الكوموندو نهار اللي دخل في راسهم الكوموندو كان يعني باش يديروا لي كود كادر باش يبعثوا يشرحوا الناس لي ميليتير ان سامبل جون دي دي كوموندو كيكونوا عنده زوج عمليات ولا ثلاثه سي ديجا بوكو

من كل الجوايا من جهه الثلاثه تاع جواب من هذوك الجوايا هذو هذو ماتوا معنا في الكوموندو، ما من بعد كا مجاهدين وماتوا معنا في الكوموندو، أه سي العيد ولا ولا معروف ولا في لي سيكسيون تاع الشيخ مسعود، الشيخ مسعود بعد كا ولات ماشي سيكسيون ولات كوباني، عز الدين ولا عنده سي الخضر ولا عنده ان كوباني كان فيها يشرف عليها عز الدين ان كوباني يشرف عليها الشيخ مسعود، هذا الشيخ مسعود من 45. الشيخ مسعود كان في واحد الدشرة يقول ابو عروسة قدام طابلات كان يقري و... وضغط عليه القايد وقتل القايد وكان كان ديجا قبل الثورة كان كان ريفوليسيونير في دمك وهامل في هامل في, في... في الجبال هذا الشيخ مسعود هذايا هو اللي لا يمنى لا يمنى درنا دارو ان اللي كان يشرف عليها واحد جا من لا ولاية طروة النفيسي لا ولاية طروة يقولوا سي محمد مزيان سي محمد عبد جا من توني جا يعني باش يحمي يحمي انكور هذويا يعني ولا سي الخضر عطى هذو يشرف عليهم سي الخضر هو مسؤول عليه وهو مسؤول على عز الدين وعلى الشيخ مسعود وانا كنت عند الشيخ مسعود كنا دوك قلت لك دو, دو كومباني واحده تاع الشيخ مسعود واحده تاع عز الدين اللي يشرف عليها سي محمد مزيان سي محمد مزيان مات في البومبا نتاع مصيف وين مات فيها شالان آه مات فيها براكني صغير باسكو في اللي براكني يا دو يا كاين الفوتبال اللي كان في الجبل كان الجهه آه الجهه لا, زون 3 نيس وكاين واحد كان عندنا في باريستور كان بلومبيي هو اللي كان يديروا في البومبا فيها الكولونيل بهلول الراشد اللي ولا كولونيل من بعد يقول له عثمان او مات ما يا با لونتون كان في لي سيرفيس تاعنا كان فيها سي بوزناد من من واسم هذا هذو لازم يذكروا كان يتيديون كان من واسمها نعيم بسام بوزناد كان فيها واحد يقولوا محمد سلامبي كان في هذا بوزناد مات تمايا آه رشيد بهلول النعمة من عينيه توشى في عينيه آه وسي محمد مزيان مات سي محمد مزيان مات تولى عز الدين هو اللي يشرف على الشيخ مسعود ولا يشرف على الكومباني نتاعو ويشرف على الشيخ مسعود ولينا نديروا معركات كبار وين عز الدين راح الجهة الجهة لا كابيني لا ولا طرونت جاب ينطرونت وحنا جبنا ينطرونت من ثلاثة تاع جواب ثلاثة تاع جواب كنا لامبيسكاد هذه سي العيد يروح هو والشيخ مسعود ويروحوا لشيف سيكسيون كانوا عندنا طروا سيكسيون تروا سيكسيون يروحوا لي شاف سيكسيون منين داك يروحوا ويشوفوا الارض وين نحطوا لي بياس وين كيفاش فرنسا تجي كان جايه من شامبلا سيتي لا غريف دو نتاع تاع 56 لا غريف دي كنا احنا الجهه هذه ولاد زنيم كنا ضد نضو... الجسره كنا ندوروا فيها كنا قطعنا لا ويلاسيس كانت لا ويلاسيس الحداده بيناتنا بين شامبلان والاخر الواد هو اللي يقطع سي مصطفى في هذا لاكروشاج اللي جر يعني تعرضتهم لل... للجرح لل في هذا ال لاكروشاج لا. وقتاش بالذات؟ 4 مارس 58 خلصنا الاجتماع جينا رايحين سيم سمح... سي الاخضر يزم يروح مع سي محمد يروح مع الكونسي ديال الولايه جاب عسي عزدين تبعنا احنا الكوموندو قاطعين واد الملح باش نقطعوا لهذا لاكروشاج اللي صرا في الرياشه في الرياشه قطعنا تما سي محمد ولا يعيط العز سي الخضر يا سي الخضر روح سي الخضر يقول لهم بعد سي الخضر اون ديري كي لا فولي موغيغ افيك نو الا فولي موغيغ مع الجماعه تاع قطعنا قطعنا رحنا الرياشه طاحوا علينا دي باراشيس لا ليجو اترونجير كانوا ليمونا في ذاك الاجتماع كانوا ليمونا طحنا في كروشاج عز الدين تما وين نضرب بيدو دارت يدو دارت يدو عز الدين انا جيت نراماسيه سي المسؤول تاعنا جيت مشترها ماسيه ما شفتش الطياره باللي راهي هو عطيها بالوجه وانا عطيها بالظهر الطياره كي هو دجات انفورماسيون كومبا ضربت ضربت لا روكيت طلعتني بواحد بواحد 500 مترات في السماء بالشجره طحت ضربت جاني النيكلا في قلبي جينا قاطعين كاين اللي يقول لك انا نقول ما واش علينا باسكو كنت شويه فاطن رافديني مي فاطن شويه وجينا طالعين جينا طالعين عزدين الدين يقول تيراو علينا وانا نقول ما تيراوش علينا باسكو فرنسا راندا رانداو لفرنسا كانوا مجاهدين هذا حما مش مدش راه تاع ولاد زنيم اللي وراهم مدفون سي الخضر الكوموندو علي خوجا من وقت اللي انا كي تبليسيت خليت سي عزدين يشرف عليه سي عزدين الدين كاين جماعه يهضروا كي يبداو يتكلموا يتكلموا على انسان ما يتكلموش عليه يعني كيفاش بدات وكيفاش عيات آه عزدين كان انقبض في طابلاط وهرب من الحبس تاع طابلاط وهرب معاه هرب معاه جماعه هرب معاه اللي كان يقولوا له خالفة اللي ولا في السيرفيس دو رونسينيما ولا برسك في لا ولايه هرب معاه من بعد كاع بعد هنايا في اخر روشاج الى ايتي الى ايتي آه له زاد لا تريزيام بليسور قبضوه لفرنسا فرنسا حبوا يخدموه في ذاك الوقت حبوا يخدموه باش يدوروه باش يدخلوه كي بحال بي دي براف كي بحال اللي باش هو يروح طلقوه وطلعوا طلعوا للجبل باش يخدم سي محمد وسي عمر وصديق مي عز الدين عز الدين كانت عنده زعامه اللي بزاف الناس اللي ما يعرفوها شي عز الدين كانت عنده النيه وعنده حب الوطن شوفي المسؤول هو اللي يعطي المثال كان قبل ما ناكلو ما ياكلش قبل ما نرقدو ما يرقدش قبل ما في لاكروشاج يسبقنا للرصاص كان عزدين هذا عز الدين هذايا على على مولاد عاود ولا كيعاود ولا شكون اللي يقبضوا السيرفيس دو رانسيما سي عمر الصديق سي عمر الصديق مينيست هو في الجبل كوموندا واللي مينيست في جيبيرا بيرا سي محمد اللي تي كولونيل هضروا معاه وكذا قالوا له ايفو ميو تروح لتونس من بعدوك على فرنسا كامل باسكو لو دوت على بالك دوت كثير مضرب واحد كرك يقتلوه فهمتي بعثوه لتونس في تونس ولا شاف ديتا ماجور وين الناس هنا ينتقموا يقولوا باللي يعني عزدين قريب قريب الجماعه يقولوا باللي كان خبيث قريب كان مع فرنسا هذه وحنا نعرفوه عزدين نعرفوه واش كاين فيه ولا الكوموندو من بعد قبضوا قبضوا عبد النور عبد النور ما تالمون ايزون سوفير أه ما تبير مسكين سي مصطفى كيفاش عايشتم التحضير أه لاحداث الصمام انعقاد مؤتمر الصمام شوف لا فاليد لا صمام قوانا بزاف باسكو ولاو اتصالات بين المسؤولين ولو كاين اتصالات وكي ندخلوا المضرب رانا عارفينه كي ندخلوا لا ولايه رانا عارفين شكون يحكم فيها كان كريم بعد كريم ولا انا عارفين شكون هو رانا عارفين كامل النظام نعرفوا لي زوريس شكون هما نعرفوا اه ولا احنا لا فالي لا صمام مي نو زادوني ان سوف عرفنا روحنا باللي ولينا دولة عرفنا روحنا خلاص لا فالي لا صمام قلت لك نو زادوني ان سوف حاجة واحدة أخرى كبيرة واش نزيد نقول لكم حاجة نقول لكم حاجة يعني راني يعني متأسف كيما يقولوا في لي زوريس كاين نشيد يقول لك نفكر في الجزائر عاد تحيه في ذكرى في ذكرى الاحتفال باول نوفمبر 54 هذه شهاده حيه لواحد من الذين شاركوا في الحرب التحريريه نتمنى ان نلقاكم في حوارات اخرى من هذا النوع دمتم بخير